أعتقد أنه إذا كان هناك من شيء يتعين أن يسجله، وإذا كانت هذه الحكومة قد حققت أو ساهمت في تحقيق شيء بعد مصاري دام 4 سنوات، سوف لن أدخل في سرد الإنجازات. السي مصطفى الخلفي يتحكم في ذلك مثل ما يتحكم في قواعد الضرب والنقص والإضافة، يعني يمكن له يعطيكم داك الشيء كامل بتفاصيل. أعتقد أن كما قال السي حميد شباط، الأهم ليس هو ذلك، الأهم هو أن تتيحوا لنا هذه اللحظة التاريخية، أن تتيحوا لهذا الحضور المميز هذه اللحظة، أن مكونات وطنية ديمقراطية تتحاور فيما بينها من أجل خدمة الصالح العام، وهذا هو الأساس، وهذا هو الذي علينا أن نسطر عليه في هذه اللحظة. بمعنى أننا في بداية 2016، وأنه فعلا 4 سنين من هذه الحكومة مرت، وقعت اختلافات في التقدير، يقع ذلك، ليس هذه اللحظة التاريخية الأولى التي جعلتنا نختلف في التقدير، ولكن اليوم أعتقد أنه والحمد لله هناك اعتبار بأنه ظروف البلاد تحتم علينا أن نفكر مليا فيما ينتظرنا هذه السنة. ربما أنه خلافا السي مصطفى الخلفي، ماشي في إطار الاختلاف معه أبدا، ولكن فقط من زاوية أساسية، ماشي زاوية التراكمات، ماشي زاوية الإنجازات، زاوية التقييم السياسي. من الضروري أن نؤكد بأن هذه بلاد عشنا فيها، استطعنا أننا نراكم فيها عدد من المنجزات الديمقراطية والمكتسبات الديمقراطية، استطعنا أننا نتحمل فيها مسؤولية مباشرة على الأقل بالنسبة لمكونات الكتلة الديمقراطية، استطعنا أن نقدم فيها مسار الديمقراطية أمام عدد من الأوساط التي لم تكن تريد ذلك. وجاء وقت من الأوقات اللي جعل أن هناك من فكر في الانحراف عن ذلك، في العدول عن هذا المسار. وإذا كانت شي حاجة ساهمت هذه الحكومة في أنها وقفتها أو قلت من الحدة ديالها، وأقول الأمر بوضوح، هو السعي إلى التحكم في القرار السياسي في هذه البلاد. وأشاطر تماما ما يؤكده الأخ حميد شباط عندما يقول بأن أهم شيء الذي علينا أن نناضل من أجله في بلادنا هو المسار الديمقراطي السوي، هو دولة المؤسسات، هو احترام سيادة الأحزاب، هو أن نتمكن فعلا من أن نبلور سياسات عمومية انطلاقا من برامج كيصوتوا عليها المغاربة والمغربيات، ولما كيصوتوا عليها هناك حكومة مسؤولة 100% عن سياستها، وهذا الأمر يتطلب أحزاب قوية، ويتطلب أحزاب لها سيادة القرار واستقلالية القرار.